فيديو تحسيسي جميل ورائع لجمعية تنشط في تنشط مع ذوي الاحتياجات الخاصة ضعاف البصر وفاقدي البصر، يعني الناس اللي ما تيشوفوش. هاد الجمعية تدير واحد الحملات تحسيسية عبر فيديو مصور رائعة جدا، فقلنا أجي نعاونوهم تحنا ونبلغوا الرسالة ديالهم، وغادي نبقاو ندرجوا لهم فيديوهات مرة مرة لأنها فيها تحسيس رائع جدا للناس ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة المكفوفين. هاد الفيديو من خلاله الجمعية تتبغي توري الناس كيفاش تتعامل مع المكفوف إلا بغيتي تعاونه. راه بعض المرات تنبغيو نعاونو شي واحد ما تيشوفش، نقطعو الطريق ولا ندخلو ولا ينقص شي عتبة، تنغلطو تنصدقو ضارينو أكثر ما معاونينو. هاد الفيديو تيشرح كيفاش تتعامل مع المكفوف، وعليه غادي نختمو ونقول لكم نلقاكم يوم الاثنين إن شاء الله. خليكم مع الفيديو وإلى اللقاء. إذا كنتي ضريف وباغي تعاون شي واحد مكفوف بالك مسكين تعرف الطريق بغيتي تعاونو، كيفاش دير باش توصلوا لبر الامان؟ كنكون واقف حدا الشارع باش نقطع، كيجي شي واحد كيقبضني ويدفعني باش يقطعني الشارع، وتبارك الله شي مره كيكون صحيح ما كنعرف واش خاطفني ولا بغى يعاونني. هادشي كلشي ما كانش يوقع كون جا عندي ويقول لي السلام عليكم انا فلان واش تبغي شي مساعده، نقول له مرحبا. هنا احسن طريقه باش يعاونني هي انني نقبطو في الدراع ديالو. علاش نقبطو في الدراع ديالو؟ لان كيكون هو سابقني بنص خطوه، وكنكون لاكان ديالي قابطه في اليد الاخرى، ولا طلع ولا هبط في شي درجه كنحس به. ولكن هذا الشيء ما كيمنعش انه الا وصل شي درجه مثلا تروطوار يقول لي راه حنا وصلنا. وديما نصيحه مهمه، خذ الدرجه نيشان فاس، الا خديتيها وانت مايل باش تربح الطريق راه يمكن له يحط رجله الاولى في الدرجة والثانية تجي في الخوة ويطيح ويتفلق وشي مقدينة. إذا كنت غادي بيه وصلتي وشي بلاصة ضيقة بين جوج طونوبيلات، هنا غتقول له أنا ندير يدي مورايا راه ندوزو في شي بين جوج سيارات، هو غيعرف بأن غيجي رجع من موراك وغدوزو بجوجكم. إذا كنا غاديين ما فيها باس يقول لي شنو داير بينا، قول له راه كاين مكتب استقبال على اليسار، وهنا علي من ديالنا كاينين الدروج اللي كيطلعوا الفوق، وحداهم كاين لاسونسور، باش هو يتخيل ديك البلاصه اللي فيها ويقدر مره اخرى يتنقل بوحدو الا كان بالامكان. النصائح سهله ولكن كتفيد بزاف الا بغيتي تساعد شي واحد ما كيشوفش.